مركز صيانة المحولات الكهربائية وصيانتها والتابع لشركة كهرباء محافظة طوباس، يمثل نقلة نوعية على مستوى الاستثمار الحقيقي للكفاءات والكوادر الفنية المدربة. هذا المركز والذي هو ثمرة التعاون مع جمهورية تشيك جاء لتوفير برامج الصيانة الحديثة للمحولات الكهربائية في فلسطين، إذ يكاد المركز التخصص الوحيد في هذا المجال، ما أدى إلى الاعتماد الكلي على الكفاءات الوطنية في مجال صيانة المحولات الكهربائية بدلا من إرسالها إلى الخارج. ويتميز المركز بحداثة معداته وأساليب الصيانة فيه، حتى غدا من مراكز الصيانة المتخصصة والمتميزة ليس فقط على مستوى الوطن بل إنما في منطقة الشرق الأوسط. فالمركز والذي أنشئ عن طريق مقاولين محليين وأوروبيين وفر عشرات فرص العمل للأيدي العاملة المدربة في المحافظة، وغدا مركزا تدريبيا تخصصيا لطلبة الجامعات والمعاهد الفلسطينية والشركات التي تقدم خدمات الكهرباء في فلسطين، الأمر الذي دفع بالقائمين عليه لزيادة فرص العمل فيه وتوزيع العاملين على دوريات متعاقبة. وتشتمل برامج العمل في مركز صيانة المحولات الكهربائية على القيام بالفحوصات الفنية لكافة المحولات وفق المعايير العالمية المعتمدة، إلى جانب إصدار الشهادات اللازمة لكافة المحولات التي شملتها عملية الصيانة للتأكيد على جاهزيتها وقدرتها على العمل. ويضم المركز عدة أقسام، منها قسم لفحص زيت المحولات وفلترة زيت المحول وفك وتنزيل المحولات واستبدال القطاع التالفة وفحص الأجزاء الداخلية والخارجية ودهان المحول ولف الملفات التالفة وتفريغ وتجفيف المحول بالزيت وفحص المحولات قبل وبعد عملية الصيانة والتجميع. وتتبع المركز سيارة إسعاف تقوم بمهمات الفحص المتخصص للمحولات قبل وقوع الخلل فيها بهدف الصيانة الوقائية،
والسيارة مزودة بأجهزة لفحص العازلية وفحص المقاومة ونسبة التحويل ونسبة الفاقد في المحول، كما أن هذه السيارة مهيئة لإرسال إشارة إلى المحول عن بعد 150 مترا للاستفسار عن معلومات المحول وكفاءته وعمره الزمني والفاقد ونسبة التحميل. تفريغ الزيت، حيث يتم تفريغ الزيت من المحول المراد عمل الصيانة له وأخذ عينة من الزيت من أجل الفحص وضخه إلى التنكات بعد الفحص إذ كان أمكن إعادة فلترته أو استخدامه مرة أخرى. كما يقوم العاملون في قسم فحص الزيت بفحص قوة كسر الزيت بعد وقبل عملية الفلترة، ويتم طباعة التقرير قبل وبعد فلترة الزيت. هنا أيضا غرفة الفحص والتي تتم فيها العديد من العمليات. في هذه المنطقة يتم فحص الجهود العالية وإصدار الشهادات للمحولات، إضافة إلى فك وتركيب وتنزيل المحول عن طريق كرين 5000 كيلوغرام لإجراء عملية الصيانة فيه. ويتم فحص المحولات قبل وبعد لفها، ثم يتم جمع القالب الحديدي للمحول. وفي غرفة فحص المحولات الكهربائية تتم عملية فحص المحولات بكافة القدرات والأحجام وإصدار الشهادات بالفحوصات المطلوبة. ومن الشركات التي تتعامل مع مركز الصيانة التابع لشركة كهرباء محافظة طوباس شركة كهرباء القدس وشركة كهرباء الخليل وجنوب الخليل والبلديات الكبرى والصغرى في كافة محافظات الوطن.